Hello, good morning. How are you today, Rabe? Are you okay? Today is Wednesday and we are studying English. Today, inshallah, راح أحل الأكتيفيتي واليوم إن شاء الله راح ننهي الوحدة الثالثة. خلص اليوم آخر تدريب، يعني راح ناخذ التشيك أب بالكتاب الأكتيفيتي، يعني زي مراجعة سريعة للوحدة في صفحتين بالكتاب. بنخلص الوحدة بكرة، راح يكون عندي فيديو مراجعة للمادة الامتحان اللي هي الوحدة الثالثة، راح أبعثها. زائد إنه يوم الأحد صباحا راح تكون عندنا حصة مباشر لمراجعة الامتحان، والامتحان راح يكون يوم الأحد الساعة 3:30. تمام؟ أوكي، let's start. يلا نبلش. طبعا اليوم عندنا activity، عندنا activity page number 36، label the pictures. هلا إحنا أخذنا الكلمات الخاصة بال، إحنا كانت عنوان وحدتنا super سايكلينج، تمام؟ وحكينا عن السايكلست، الدراج، سايكلست الدراج. ف وحكينا انه البايسيكل لها اجزاء بارتس، ايش اجزائها؟ بس تعال ناخذ الكلمات ونتذكرهم، احنا اوريدي عارفينها. مثلا اول اشي في عندي لوك معناها القفل، بامب مضخة، باسكت سلة، باسكت سلة. طيب ويل، الويل العجل، لايت ضوء، البيل البي عفوا بيل جرس، بريك بريكات بريكس، والجيرز الجير تاع هذا. طيب هلا انا قدام الصورة بس بدي اكتب شو اسمها، اخذ من هون واكتب. هذا اللي بيكون شكلها سيركل، ايش هي؟ الويل محلولة. 2 what is this؟ رقم 2 لما احكي what is this، ما هذا؟ هذا ايش بنسميه احنا؟ gears. 3 هذا اللي بيطلع له صوت من هيك من هيك عشان الناس تنتبه انك موجود، البل جرس. طيب هذا بنغلقه عشان ما يتنسرق البسكليت، اسمه لك قفل. طيب هذا دائما بنشغله at night بالليل، لايت ضوء، مهم جدا نكون اوكي. بعد اللايت هذول اللي لهم علاقة بالسرعة، بريكات بريكس، وهذا بنستخدمه لنفخ الويل لما هيك يبطل هيك بدنا ننفخه، اللي هو ايش؟ بامب مضخة زي المنفاخ. واخر اشي هاي بتكون موجودة مش في كل البسكليتات، موجودة بتحط فيها اغراضك واشيائك اللي هي الباسكت سلة. اذا ويل جيرز بيل لوك لايت بريكس بامب وباسكت. طيب هذا خلصنا منه التدريب الاول، حلو سهل. التدريب الثاني read the text. أنا عندي فقرة تحكي عن مدينة اسمها أمستردام، أوكي؟ مدينة اسمها أمستردام. طيب في كلمات بدي أحطهم بالفراغ، الكلمات من وين بجيبهم؟ من تحت، كل يعني بدي أضع دائرة على الكلمة الصحيحة، يعني لكل فراغ عندي ثلاث خيارات، هي رقم 1 2 3، كل فراغ ثلاث خيارات، بدي أضع دائرة على الإجابة الصحيحة وأكتبها هنا. طبعا هنا لازم يكون عندك القدرة على الترجمة، الترجم شو المطلوب عشان تعرف تستخدم الكلمة الصح. فهنا هيك تدريبات بتعتمد على الترجم، لازم تكون متمكن، تكون حافظ كلمات كثيرة لحتى تقدر تترجم. أمستردام is a favorite city for، هي مكان مفضل. لإيش هو مفضل؟ لل، طبعا هي رقم 1، للسايكل ولا السايكلست ولا جوب وظيفة؟ يعني هي مكان مفضل لمين؟ للدراجين، للسايكلست. مين بيحبها؟ السايكلست. طبعا في عندي سايكل وسايكلست، طلع لي بس بفرجيك الفرق بيناتهم. هي سايكل سايكلست، بدي افرجيك الفرق بيناتهم. سايكل اللي هي ركوب الدراجة، هون بتكون ناو. سايكلست
اللي بركب الدراجة بكون إحنا بنسميه اسم الفاعل، يعني دراج. زي كلمة ساينس، ساينس شو معناها؟ علوم، صح؟ علوم. طب لما أقول عالم بقول بنضيف I-S-T scientist، scientist عالم. فهذا الفرق بيناتهم. يعني أنا ليش ما اخترت سايكل؟ سايكل هو الناون، يعني كهواية ركوب الدراجة، بينما السايكلست هو راكب الدراجة، فهون تزبط سايكلست. There are lots of cycle and وقف. في سايكل إيش؟ سايكل باثس ولا بليسز ولا بيفمنت. باثس معناها رود، طرق صح؟ وبليسز أماكن، وبيفمنت رصيف. طيب أنا شو بقول؟ في عندي المكان المخصص لركوب الدراجة شو بنسميه؟ باثس ولا بليسز؟ طبعا انسي بيفمنت، احنا ما بنركب على البيفمنت، احنا بنسميها باثس، طرق للسايكلست، للسايكلينج عفوا. And there are no hills، ما في تلال، يعني منطقة مستوية. You can cycle along the canals، على طول القناة، and across، وأقطع إيش؟ ذا. شو راح أقطع؟ راح أقطع البريكات ولا الرايدز ولا البريدج؟ يا عيني راح أقطع البريدج، أعبر من عند البريدج الجسور. looking at the house boats، بكون في عندي في المية house boats، يعني قوارب، يعني بيوت على شكل قوارب، يعني في القوارب بيعيشوا فيها. The Anne Frank Museum، هذا متحف اسمه Anne Frank Museum، is near there، قريب من هناك. You must buy إشي online، إشي مشتري online. شو بشتري online؟ information، معلومات، ولا tickets، تذاكر، ولا directions، اتجاهات. أنا شو بشتري online؟ برافو، tickets، بشتري بطاقات online. Before you go، لازم تحجز تذكرة قدام ما تيجي، وتكون التذكرة معك. It is very busy، منطقة مزدحمة جدا. In Dam Square you can، في منطقة Dam Square you can، شو بتقدر؟ رقم خمسة، see ولا seeing ولا see. دائما قلت لكم الكان والويل شو بيجي وراهن دائما؟ verb one. طب أنا شو راح أختار؟ see ولا seeing ولا saw؟ excellent، you can see verb one. ها كان المودلز احنا بنسميه، هذول بيجي وراهن دائما verb one، زي to زائد verb one، ها دائما بيجي وراها verb one، وهذول بيجي وراهن verb one. شو بتقدر تشوف؟ you can see the royal palace، القصر الملكي. and ستة، شو ممكن تشوف كمان؟ down ولا opposite ولا into. it is the national monument، في عنا يعني احنا شفنا القصر الملكي، بعدين في اشي بالقرب منه، ايش هو بنقول احنا؟ opposite it، ايش؟ مقابله، يعني على الجهة الثانية. enjoy your stay in Amsterdam، يعني انبسطوا في اقامتكم في امستردام. اذا cyclist، baths، bridge، tickets، see و opposite. ننتقل للتدريب هذا. التدريب هذا أنا ما راح أحله، لأن في الامتحان ما راح أجيب لك زي هيك، ما بقدر أحمل الصورة، بخاف يكون النت ضعيف أو كذا. بس بدي إياك تحفظ لإني بس الاتجاهات هاي، لما يكون زي هيك يعني go straight، خليك ماشي مستقيم. هاي على الشمال turn left، انعطف يسارا. هاي turn right، انعطف يمينا. في مثلا كمان بكون ماشية بدي أتجاوز المكان الأول، شو بنسميه هاي؟ go past، تجاوز، تمام؟ go past. بس هذول بهموني، يعني تقريبا نكون عارفين الاتجاهات تبعهم. هذا ما رح أحله لأنه بعتمد على الرسمة، انسوا. هلأ هنا هذا مهم، write the safety rules for roller blading. أنا عندي رياضة جديدة، إحنا أخذنا السويمينج
أخذنا السايكلينج صح، وأخذنا السيرفينج ركوب الأمواج. هلا الرول بليدينج، الرولر بليدينج اللي هي تزلج في الشوارع. طيب هاي هالرولر بليدينج، طلع هيو لابس هلمت، بكون شوز فيهم ويل صغار زي هذولا، تمام، وبمارس اللعبة، تمام. طيب هلا أنا عندي مكان معين ودي أعمل عليه جملة، هل هي must أو mustn't على حسب شو هي. pavement، هلا اللي بمارس هاي الرياضة وين لازم يمشي، على الستريت ولا البيفمنت؟ هاي الرياضة على البيفمنت. إذا you must roller blade، طبعا roller blading تزلج، يتزلج roller blade. you must roller blade on the pavement، على الرصيف تتزلج. هنا road لا، ممنوع الرود. إذا شو بقول، you mustn't roller blade ال you mustn't roller blade on the street on the road، على الشارع ممنوع. هلمت، هلا شو لازم، شو بالنسبة للهلمت لازم ألبسها، you must wear a helmet، you must wear a helmet، لازم تلبس خوذة. طيب people، بصير أنا أتزلج بالقرب من الناس؟ لا طبعا. شو بقول، you mustn't roller blade near the people، إذا you mustn't roller blade near people، بالقرب من الناس لأنه ممكن تؤذيهم. آخر إشي الفاست، بالنسبة للسرعة هل لازم تكون سريع ولا بطيء؟ إذن you mustn't، مش لازم تكون سريع، you mustn't roller blade fast، تمام. هاي هي المراجعة للتدريبات هذولا، حلوهن إلي على الكتاب، الكل يحلهن، وبس تخلص ابعث لي دن. وما عنا واجبات، بكرة رح أبعث فيديو مراجعة، والأحد عنا حصة أونلاين. ولا تنسوا اللهم صل على محمد، لا تنسوا المنشور اللي طلبته الواجب عليه علامات، وبدي شغلة مرتبة، والخط حلو، والكتاب صح، ما بدي أخطأ. يعطيكم العافية.